احنا اليوم ان شاء الله حناخد مع بعض المصادر الالكترونيات، وانا لاني اول مره بدرسكم بدي احكي معكم في بعض الاشياء المهمه لهذا المصدر. خلنا اعرفكم على حالي، انا استاذ دكتور هاله جرر وحفظ الله. انتم طالبات الكهرباء، ممكن تعرفوني على حالكم؟ حنان عبدو، سراء مقبل، حبا غراو، هدي المقدام. ياخذ كتبولي اياهم على ورقه لو تسمحوا، خذوا في ورقه زياده حطولي على قفل، كتبولي تاريخ اليوم، خلص هي ورقه. هذا المساق هو مساق الكترونيات واحد، لانه برضه مطلوب منكم الكترونيات اثنين، في عندكم واحد واثنين. واحد هو عباره عن مساق احد اهم متطلبات ودوائر واحد اللي انتم اخذتوها الفصل الماضي، فلازم تكونوا يعني عارفين دوائر واحد كويس وناجحين فيه عشان تاخذوا الكترونات واحد، وهذا بتوقع حصل معكم. فالكترونات واحد كان مطلوب منكم انه او يعني الحاجه تعملتوا معها اللي سميناهم البيزك اليمنتس، صحيح؟ متذكرين شو هم البيزك اليمنتس؟ اللي هو الريزستور والاندكتور والكاباسيتور والفولتج سورس والكارنت سورس. بس ايش هو البيزك اليمنت؟ هذول كلهم بيزك اليمنتس، امثله للبيزك اليمنتس، بس ايش هو تعريف البيزك اليمنت؟ متذكرين ايش تعريف البيزك اليمنت؟ اللي هو لا يمكن تجزئته. أيوة. بالعربي قلت له نعبر عنه معادله طرفين. وفيش ابسط منه، له طرفين. ايوه برافو عليك، له طرفين بعبر عنه رياضيا الفولتج والكارنت، وبعدين بقدرش اجزئه اكثر. احنا في هذا المساق هنتعامل مع اليمنتس اللي هم مش بيزك اليمنتس. طب احنا تعلمنا في الدوائر بيزك اليمنتس، قلنا بيزك الدوائر متطلب للالكترونيات، طبعا هي متطلبه للالكترونيات، لانه ايش حنعمل احنا؟ في الالكترونيات حناخذ مساق او يعني ماتيريالز او يعني كومبوننتس اللي مش بيزك، بس ايش حنعمل فيها؟ حنمزجها بدلاله البيزك اليمنتس. يعني كل اليمنت من هدول الاليمنتس اللي حاخذهم في هذا المساق حنروح نشوف ايش بكافئهم بدلاله البيزك اليمنتس، ونحلل الدوائر الموجوده، لانه خلص بتصير ساعتها دوائر، بنصير قادرين انه نطبق المساق اللي تعلمناه في الدوائر. ايش حناخذ في هذا المساق؟ حناخذ في هذا المساق نبذه عن الفرق ما بين انواع الماتيريالز حسب قدرتها على التوصيل، يعني حنفرق بين موصلات، بين اشباه موصلات، وبين عوازل. احنا قلنا الكومبوننتس هذول كلهم بيعتمدوا على مين؟ على اشباه الموصلات او السيمي كوندكتور ماتيريال. اذا احنا حنرجع للسيمي كوندكتور نفهمهم ايش هي السيمي كوندكتور، كيف بنفرقها عن الكوندكتورز، وكيف بنفرقها عن الانسليترز، لانه هم حيكونوا القاعده او الاساس للكومبوننتس اللي حتعلمهم في هذا المساق. ايش هي الكومبوننت اللي حنتعلم؟ حنتعلم على البي ان جنكشن او السيمي كوندكتور بي ان جنكشن او السيمي كوندكتور دايود، اللي هو عباره عن المصمم الثنائي. اهم تطبيقات الصمام الثنائي واللي حنشوفها مع بعض هي مقومات وغيرها، يعني لها تطبيقات كثيره حنشوفها مع بعض، لا اللي هو البي ان جنكشن او السيمي كوندكتور بي ان جنكشن او السيمي كوندكتور دايت بنسميها. بعد ما نخلص كل اللي محتاجينه عن السيمي كوندكتور دايودز، اسوأ من تعرف على خصائصها الابلكيشنز تاعتها، حننتقل للصمام الثلاثي. الصمام الثلاثي اسمه اللي هو ترانزستور. طبعا احنا قلنا من اهم التطبيقات تاعت السيمي كوندكتور دايود اللي هي ايش قلنا؟ الامبليفاير، متاسفه المقوم. المقوم معنى انه انا بتكون عندي جاي سيجنال اي سي سيجنال، وانا بدي اخليها كلها في اتجاه واحد، مش في اتجاهين بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، هذا اللي هو التقويم، بدي اياها كلها تكون في اتجاه واحد، يعني كلها بوزيتيف او كلها نيجاتيف، بدي اخليها في اتجاه واحد. اذا من اهم التطبيقات تاعت الدايود هي التقويم للسيجنال. نيجي لمين؟ بعد الدايودات، قبل ما نروح للترانزستورات، حناخذ عن بعض الدايودز او الصمامات الثنائيه اللي مصممه لهدف خاص، بنسميها سبيشال بيربوس دايودز. يعني هذول صمامات مصممه لاهداف او لاغراض معينه. من اهمهم اللي هي الزينر دايود. حنشوف الزينر دايود مع بعض، الزينر اسم واحد يعني مش حاجه ما لها معنى. هذا الزينر دايود يصنع عشان يشتغل لبرضه تحسين في اداء اللي هي السيجنال. بنسميه اللي هو ريجوليتر، منظم، بنظم السيجنال. اهم التطبيقات تاعت الزينر دايود.
بعد ما نخلص سبيشال بيربوس دايودز حنروح ل اللي هو الصمام الثلاثي اللي هو بنسميه ترانزستور. في عنا عدة أنواع من الترانزستورات، في عنا الباي بولار جنكشن ترانزستور، وفي عنا الفيلد إفكت ترانزستور البي جيت والفيلد إفكت ترانزستور الفيت. هدول التو ترانزستورز حنتعلم عنهم بالتفصيل، حنشوف الكاركترستكس تعاونهم، برضو حنشوف الأدايد والكاركترستكس. لما نحكي عن كاركترستكس إيش معنى؟ إنه بدي أشوف إيش علاقة الكارنت بالفولتج، زي ما المقاومة، المقاومة العادية تاعت الكوندكتور، مش كنتوا ترسموا الكارنت مع الفولتج يطلع لكم خط مستقيم اللي هي قانون أوم؟ نفس الإشي، بس إحنا مش حيطلع لنا خط مستقيم، حنشوف إيش علاقة التيار بالفولتج لكل من اللي هو الصمام الثنائي والصمام الثلاثي. نتعرف على الكاركترستكس تاعتهم، نتعلم كيف نحللهم. قلنا تطبيقات الصمام الثنائي غالبا في المقاومات في الريجوليترز. نيجي ل اللي هو الصمام الثلاثي او الترانزستور، واهم تطبيقاته اللي هي في الامبليفيكيشن، بالذات الباي باي باي جنكشن ترانزستور. هذا اهم تطبيقاته في عمليه اللي هي تضخيم السيجنال امبليفيكيشن. معنى امبليفيكيشن تكون عندي سيجنال صغيره، هاي السيجنال الصغيره بصير لها عمليه تضخيم او تكبير. يعني زي مثلا الميكروفون هذا في جزء منه اللي هو امبليفاير. اول حاجه بيكون في ترانسديوسر. ايش معنى ترانسديوسر؟ اللي هو عندي سيجنال هي ساوند، الترانسديوسر بحولها من ساوند لالكتريكال سيجنال. اللي هو ايش بتعرفوا الميكروفون ايش الترانسديوسر فيه؟ غشاء، متذكرين اخذتوه يمكن في المدرسه. غشاء بصير له اهتزازات حبيبات كربون، بتهتز بنفس الاهتزازات اللي هي الساوند. حبات الكربون بتحول هذه الاهتزازات لتيار كهربائي حامل المعلومات اللي في الصوت تبعي، صارت الكتريكال سيجنال. بعد هاي الكتريكال هي بتكون صغيره كثير، هاي الكتريكال سيجنال دوب هالقد، عشان اللي في اخر الدنيا يسمعها بيكون على طول بعدها امبليفاير بكبرها، بتصير مضخمه، بصير في امكانيه لعدد حشود كبيره انها تسمعه بوضوح او يعني لمسافات بعيده. تمام. اذا اهم تطبيقات الباي جنكشن ترانزستور هو في الامبليفيكيشن، وحكينا ايش معنى الامبليفيكيشن. هيجي الفيلد افكت ترانزستور حنشوفه احنا في هذا المسار اهم تطبيقاته برضه في الامبليفيكيشن، لكن حتشوفوه في مساق الديجيتال الكترونكس في كثير من التطبيقات اللي لها علاقه بالديجيتال الكترونكس. احنا هنشوفه اكثر ميلا اللي هي عمليه الامبليفيكيشن، لكن زي ما حكيت انتم حتاخذوه بعمق واكثر تفصيلا في الديجيتال الكترونكس اللي حتاخذوها يمكن الفصل القادم او السنه القادمه. الكتاب تبعنا هو سوماس فلويد المؤلف الكترونيك ديفايسز. هذا الكتاب متوفر، تقدروا تشوفوا من وين تحصلوا عليه، مش فارق عند الإديشن، لكن أهم حاجة فيه إنه الإديشن بتكون مع المعيدة، حيكون منها الهوم وركات. فأنت لو حصلت على إديشن من زميلة أو من أي حد بدك تتأكدي إنه أنت أرقام الهوم وركات أو الهوم وركات هي نفس اللي بتحددها المعيدة. طب مين المعيدة بتاعتكم؟ أنا مش عارفة المعيدة بتاعتكم، مش مسجل إحنا عنا ديسكشن. غريبة طبعا، الحاسوب كانوا قبلكم عارفين مين هي غدية. مش مسجل عنا أساسا ديسكشن، ما لهاش موعد ولا إشي، وهي ما اتصلتش فيها لان انا مش عارفه مين هي. المفروض تتصل وبتيجي الربع عشان تحدد معكم الدسكشن. بنشوف اذا بحاول بعد محاضرتنا نروح على رئيس القسم واشوف مين هي، واحاول اتواصل معها على الاقل اللقاء القادم تيجي وتحدد معكم مواعيد ان شاء الله. تمام. هلا هذا الكتاب حيكون على صفحه الببلشر، مش الكتاب نفسه، حيكون على صفحه الببلشر تبع الكتاب اللي هو هذا اللينك للإديشن السابعه، لكن هم اكثر من اديشن صار عندهم، لقيت يمكن ال 13، يعني مش حتلاقوا السبعة حتلاقوا ال 13. انا هذا الابديت كله حط لكم اياه على الموديل، حيصير لكم اكسس للموديل لهذا المساق، وحتقدروا تروحوا على اللينك تبعت الكتاب. فهذا اللينك كثير مهمه انكم تطلعوا عليها، بشجعكم تطلعوا عليها. ليش؟ لانه هذا الكتاب ايش بيسوي الببلشر تبع الكتاب؟ بروح هو حاطط عن كل شابتر النبذة المهمة عن هذا الشابتر، يعني زي يعني تلخيص للنقاط المهمة في الشابتر. وكمان في أيقونة تانية اسمها كويزز، يعني بتدعس عليها في كويزز بسيطة مالتيبل تشويس أو أكملة. هدول الأسئلة بتساعدك إنك تفهمي الموضوع اللي مشروح في هذا الشابتر. واضح؟ كيف بتحليه؟ بتحليه على طول بيعطيك النتيجة، بقول لك انت جبتي 1 من 10، 2 من 10، 10 من 10، في فيدباك. يعني مثلا نفترض انت بتحلي، بدكيش تحلي بس ايش المكان تحطي اي حاجه، بدك تتاكدي انك فاهمه السؤال وتحطي الجواب. بحط لك على جنب هنت وين الجواب بتلاقيه، بقول لك انت هذا السؤال مذكور في كتابك في صفحه كذا في المنطقه الفلانيه،
يعني بعطيكي هنتات عشان تقدر تحلي او يعني تجاوبي الكويز. بعد ما تخلصي الكويز وتاخذي العلم تقدر في عندك فرصه تحليه كمان مره وكمان مره وكمان مره، يعني عندك فرص كثير مش محدوده. غالبا لما انا بدي اجي في الامتحان واحط مالتيبل تشويس بتكون على نمطهم او على الاقل واحد منهم بكون جاي من هدول، يعني بتكوني ضمنا لك سؤال سؤالين من مالتيبل تشويس. عشان هيك بشجعكم انكم تروحوا على الصفحه تراجعوا منه، يعني بعطيك الحلوه المراجعه تاعته، بعطيك فكره باهم النقاط اللي انشرحت في الشابتر، كان بعطيك زي ما قلت هذا الكويز بيعمق فهمك لبعض النقاط. في هذا المساق احنا في عندنا طبعا ريفرنسز، الريفرنسز هدول موجودين في المكتبه، اذا حبيتي تعمقي فهمك لبعض النقاط، في بعض النقاط مش واضحه لك من الكتاب او وضحت لكيش من المحاضره، بتلجئ الى ريفرنسز عشان تزيدي عمقا في هاي النقطه. نيجي للكورس اوبجكتيفز، الاهداف تاعت هذا المساق اولا عشان نصير على معرفه بالكاركترستكس تاعت الالكترونيك كومبوننتس، واحنا حكينا ايش عن كاركترستكس، بدي اشوف ايش علاقه الفولتج بالكرنت، كيف بتصرف هذا الكومبوننت لما احط فولتج حواليه، كيف التيار بيكون في قلب اللي بمر فيه كيف شكله، ممكن اعبر عنه بمعادلات بنسميها الكاركترستيك ايكويشن. اذا لازم اكون عندي معرفه باللي هي الكاركترستكس، كمان ابقى عارفه الابلكيشنز تاعتهم، يعني لما احكي عن دايود اقول للناس والله انا عارفه ايش الابلكيشنز تاعت الدايود، سبيشال بيربز دايود ابقى عارفه ايش الابلكيشنز تاعت الترانزستور، ابقى عارفه ايش هي الابلكيشنز. To be able to analyze simple electronic circuits، كمان ابقى قادر احلل هاي المعادله الدوائر، كيف بدي اقدر احللهم؟ هاي بدي احولها لسمبل electronic circuit، هاي الكومبوننتس قلنا مش بيزك، لكن حنعملهم نمزجه في الاول، بصيروا نمزجين بدلاله بيزك elements اللي انتم سمعتوا لي اياهم، مقاومات، فولت سورس، كرنت سورس الى اخره، وبعدين ببدا احلل الدائره. كمان راح يكون عندنا بعض اللي هي في المختبر تبعكم حتتعلموا على الاوركاد، يمكن اوريدي تعلمتوا شويه في الدوائر، لكن هنا في الالكترونيات هي الزامي لازم تاخذوا في المختبر تبعكم على الاقل محاضره او تنتين كيف تستخدموا الاوركاد عشان تحللوا اللي هي الدوائر تاعت الالكترونيك. هو طبعا مش زياده عبء، هو بالعكس متعه، حتلاقوه انه بيساعدكم حتى كيف تحلوا الهوم وركات، يعني حتاخذوا لكم حتعطيكم المعيده لما قابلها حكي معها في هاي النقطه، مهم جدا انكم تاخذوا جزئيه من السوفت وير من الاوركاد وتشوفوا كيف انكم بدكم تحللوا الدائره اللي فيها الدايود او الدائره اللي فيها الترانزستور، وانت بتحلي بتتاكدي من حلك انه انت عمالك بتحلي بشكل سليم. ايش هي الاوتكمز؟ يعني الاشياء اللي احنا بنقيسها في الامتحانات اللي هي كيف اعمل ديزاين للباور سبلاي، ايش علاقه الباور سبلاي؟ احنا قلنا الدايود ايش بستخدمها، في عندي الدايود بستخدمها لتقويم كمقوم كركتيفاير، يعني تكون عندي سيجنال اي سي بتصير عندي يا كلها اب يا كلها داون، يعني بعملها ركتيفيكيشن، يعني بخليها ان وان دايركشن. بعدين انا بدي ايش اسوي؟ اعملها ريجوليشن، تنظيم. التنظيم بيطلع لي فولتج مثلا عند 5 فولت، عند 10 فولت، عند 12 فولت، هذه هي الحاجة اللي بتكون الاوتبوت تاع الدي سي باور سبلاي. الدي سي باور سبلاي بدخل عليه اي سي سيجنال وبيطلع لي فولتج ثابت. دي سي دايركت كرنت، يعني 5 فولت 12 فولت، فاحنا حيكون الدايود لها مكانتين مهمتين في تصنيع الباور سبلاي، واحدة انها بتعمل ريكتيفيكيشن والثانية في التنظيم في الريجوليشن. اذا هي جزء مهم في تصميم باور سبلاي، وحنتعلم مع بعض كيف تصميم باور سبلاي، اذا في نهايه المساق لازم نكون كلنا قادرين نصمم باور سبلاي. كمان اقدر اعمل امبليفاير سيركت، احنا قلنا الترانزستور مهم جدا في عمليه الامبليفيكيشن، اذا لازم ابقى قادره اني اصمم دائره امبليفاير. كمان اني اقدر احلل اي دائره الكترونيه تعطى لي، ابدا يعني انا هعلمكم كيف كل دائره كيف احنا نحللها، في النهايه لازم يصير عندكم قدره انكم تعملوا ترانسفير لهي النولج، انه اي دائره بتنعطى لكم تقدروا تحللوها. طبعا وزن السكوب تبعنا مش خارج، يعني خلال الموضوع اللي احنا بنحكي فيه انه تقدروا تنقلوا من دائره لدائره تحللوها، مش حيكون خارج النطاق اللي حنتعامل مع بعض. توزيع اللي هي العلامات، في عندنا ميد ترم عليه 35%، في عندنا اعمال سنه تتوزع على جزئين، جزء اللي هي assignments وموركات مقدارها 10% وكويزز عليها 10%، وفي عندنا final exam عليه 45%. الكويزز والassignments هتكون مع المعيدة،
هي اللي حطها. اسألي مباشرة انه هي ممكن تستاء انك انت قطعتي عليها التفكير تبعها وسألتيها وبطلت قادرة تجمع. فالافضل انك تسأليني انا مباشرة. الحاجة الثانية يعني قلنا ما نجيش متأخرين، ما نسألش بعض، الجوالات مغلقة. فيعني هذه الامور بتوقع انه يعني اربعة طالبات يعني اكيد مضبوطة، واكيد انتم سبتوا عندنا في الكهرباء وعارفين انظمة الكهرباء، الالتزام والضبط والى اخره. لكن من حقكم انكم تسألوا اي سؤال في المحاضرة، اي حاجة مش واضحة لكم ممكن تستفسروا عنها ونناقشها مع بعض. في عندكم اي حاجة بتحبوا تسألوها؟